بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة عن حاجة ناس كتير سألت عليها عشان تكون بسيطة عليهم، وهي ازاي اعمل سيم في برنامج الكومودو، يكون سيم مثلا دارك ويكون الالوان بتاعته مناسبة ليا، وحجم الخط يكون مناسب لنظري مثلا، ويكون كل شيء واضح، نوع الخط نفسه يكون نوع خط انا مرتاح له، اقدر اعمل سيم بنفسي بسهولة جدا. طيب، اول حاجة طبعا هدخل على ايديت، وبعدين اختار بريفرنسز قبل الاخيرة، وهلاقي عندي حاجة اسمها فونتس اند كولرز. فونتس اند كولرز هي المسؤولة عن ان انا اغير السيم زي ما انتم شايفين. اللي هي اللي قدامنا دي هو اللون اللي انا شغال عليه، اللي هو الابيض اللي ورا ده زي ما انتم شايفين، والسكيم ديت هي اللي هي الالوان الاكتر من ستايل جاهز، يعني انا مش هعدل عليه، هو اصلا جاهز. يعني مثلا برايت ده، خلينا دارك ده جاهز، انا مش هلعب فيه، مجرد بس ان انا اختاره هو ستايل جاهز. هدوس مثلا اوكي عشان اشوف ده الستايل زي ما انتم شايفينه. طيب انا مثلا ممكن مش عاجبني الالوان دي، او مثلا حجم الخط او كده، اقدر اعدل عليها من نفس المكان برضو، مفيش اي مشكلة. طيب ده الستايل اللي هو اسمه دارك. هنفترض ان انا عايز اشتغل مثلا على هو مثلا الدارك التاني دوت الديفولت، وعندي الدارك التشيك بورد ده مثلا، نفترض ان انا عايز اشتغل على ده. هو دي مثلا الالوان اللي عجباني، هاجي بقى هنا هختار حجم الخط اغير فيه مثلا وليكن 18. لاحظوا معايا اي تعديل ببدأ اعمله هيعمل لي سيم جديد، سكيم جديد هختاره انا، جديد ده واحد جديد غير الموجود، لان انا ما اقدرش اعدل على الموجود. فالجديد بتاعي ده انا هسميه ايه؟ وليكن انا هسميه مثلا اسامة او زيرو او اي حاجة. ده الجديد، السيم الاصلي هيبدأ زي ما هو. لاحظوا معايا السيم الاصلي اهو، لكن السيم اللي اخترته ده هو اللي فيه الحجم الخط اتغير والحاجات اللي انا عملتها دي. طيب مثلا انا مش عايز الخط ده، مثلا عايز خط مثلا زي اللوسيدا كونسول ده اللي انا بكتب بيه بالشكل ده مثلا. دي شوية تعديلات، اللون هنا ابيض واسود، هسيب الالوان زي ما هي مفيش مشكلة. طبعا اقدر اعدل الكلر وكل حاجة هنا، طبعا التعديلات دي اسيبها لكم ان انتوا تكتشفوها، يعني تشوف ايه كل لون تجربه بيعمل ايه يعني، بس المهم الفكرة هي تكون ازاي يعني. وادوس مثلا اوكي، زي ما انتوا شايفين اتغير الملف، غير لي الخط وغير لي الحجم وكل شيء، والالوان بقت اوضح شوية. طيب برضو بعد ما اخلص السيم انا اقدر ان انا بكنترول وعلامة ناقص اصغر الخط، واقدر كنترول وعلامة زائد برضو اكبر الخط، يعني بعيد عن السيم والكلام ده كله اقدر اعمل الموضوع ده من هنا. بحيث مثلا ان انا ممكن عايز ابعد عن السيم شويه في مثلا في يعني في كود معين، وفي كود تاني طويل شويه عايز اصغره برضو اقدر اصغره، واخلص شغلي خالص ارجعه زي ما كان عادي زي المتصفح بالظبط. كنترول زيرو يرجعك للديفولت زي كأنك في الفايرفوكس او في اي متصفح تاني. طبعا في سمات تاني كويسه جدا تقدروا تجربوها، تقدروا لحد ما توصلوا للون المناسب ليكو، اللون يكون مريح للعين، وحجم خط يكون مريح للعين، لحد ما توصلوا للي انتم محتاجينه. الكومودو في نوعية سيمات كتير وحاجات جميلة، واقدر ارجع برضو اللي انا عملته تاني بالشكل ده. اكيد انا عرفت اعمل ازاي سيم واخليه دارك والالوان بتاعته اتحكم فيها زي ما انا عايز. اشوفكم ان شاء الله في درس تاني، وشكرا.